كان للملك فيصل رحمه الله حلم يطمح إليه، وهو أن يرى العالم الإسلامي متحداً على رؤية تنموية لدعم الدول الإسلامية. وفي ديسمبر عام 1973 ميلادية، استضافت المملكة العربية السعودية الاجتماع الأول لوزراء مالية الدول الإسلامية، وصدر في ختام ذلك الاجتماع بيان العزم القاضي بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية. وفي العام 1975 ميلادية تبلورت رؤيته الكريمة عندما تأسس البنك الإسلامي للتنمية، ثم قرار مجلس محافظي البنك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتم تعيين الدكتور أحمد محمد علي رئيساً للبنك الإسلامي للتنمية. تعهد معالي الدكتور أحمد محمد علي هذا الصرح برعايته وعنايته الكريمة منذ أن كان نقطة متواضعة وسط بحر متلاطم من التحديات التي ظلت تواجهها الدول الأعضاء. القوة والثقة الكاملة التي كانت لمعالي الدكتور أحمد محمد علي في رؤية البنك الإسلامي للتنمية جذبت المئات من أفضل كوادر الأمة الإسلامية، وقد أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من تاريخه الناصع. في عام 1976 ميلادية بدأت أعمال البنك، ولم يتجاوز رأس مال البنك المصرح به يومها 3 مليارات دولار أمريكي. ولكن ما بين الأمس واليوم تدفقت نحو البنك مياه العزم والإدارة الحكيمة، حتى ارتفع عدد الدول الأعضاء فيه إلى 57 دولة، وارتقى رأس المال المصرح به إلى 150 مليار دولار أمريكي، وزاد حجم تمويلات المجموعة من بضعة ملايين من الدولارات إلى أكثر من 119 مليار دولار أمريكي في عام 2016. وفي الوقت نفسه استمر البنك دوره الكبير في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدوله الأعضاء التي بلغت أكثر من 7900 مشروع تمويلي. فكم من أرض ميتة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وكم بئر معطلة عادت لتروي الزرع والضرع، وكم قرية غارقة في الظلام تدفقت نحوها جحافل النور. وبفضل تلك القيادة الحكيمة لمعالي الدكتور أحمد وتفانيه وصبره ومثابرته، ها هي مجموعة البنك وقد بلغت العالمية ونالت احترام جميع مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية، حتى حصل البنك الإسلامي للتنمية على أعلى درجات التصنيف العالمية AAA، وما زال حتى وقتنا الراهن محافظاً على هذا التصنيف من الوكالات العالمية الثلاث الرئيسية. ولا تزال أصداء كلمات ملك الإنسانية الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تتردد في مسامعنا عن معالي الدكتور أحمد محمد علي حين قال: نحن في حاجة له، ولكننا فضلناكم على أنفسنا وفضلنا العالم الإسلامي علينا، فهو إن شاء الله فيه البركة. فإذا كان للدكتور أحمد محمد علي صفحة فعنوانها سيكون المثابرة والحكمة والعمل الدؤوب، وإذا كانت منظومة العمل الإسلامي المشترك الآن صرحاً شامخاً، فلابد أن ينحت اسم الدكتور أحمد محمد علي بأحرف من نور.
فلك منا يا معالي الدكتور أحمد جزيل الشكر وكل التقدير والعرفان، وجزاكم الله عنا وعن الأمة جمعاء خيراً كثيراً.